وسهلا بكم مشاهدينا في نشرة الثامنة من قناة ليبيا، نستهلها بالعناوين. مفوضية الانتخابات تعلن فتح سجل ناخبين بداية شهر يوليو المقبل. انتخابات 24 من ديسمبر تتصدر لقاءات المنفي في طرابلس. خارجية النواب والوسط النيابي يدينان التفجير الإرهابي بمدينة سبها ويطالبان الحكومة بتأمين الجنوب. في إدانته لتفجير سبها كوبيتش يدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية ووقوف عربي ودولي مع ليبيا ضد كل ما يهدد أمنها. وتتابعونا في الأخبار الاقتصادية. فيبا يصدر قرارا بتشكيل فريق عمل اقتصادي لمتابعة وتنفيذ السياسات الاقتصادية. ندوة في ذلة حول مشكلة البطالة والتحديات التي تواجه الشباب. أعلن عضو المفوضية العليا للانتخابات عبد الحكيم بالخير في تصريحات صحفية أنه سيتم فتح سجل الناخبين بداية شهر يوليو المقبل، وأن لدى المفوضية تعاونا مع السجل المدني بهذا الخصوص. هذا وأكد بالخير أن المفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها بنسبة 80%، وأن 20% المتبقية شبه مكتملة ومتوقفة على القوانين الانتخابية التي تصدر من مجلس النواب. وللحديث مشاهدينا أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الحكيم الشحاب عضو مجلس المفوضية العليا للانتخابات. دكتور عبد الحكيم أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. أهلا وسهلا بك. بداية يعني المفوضية أعلنت بأنها جاهزة للانتخابات بنسبة 80%، اطلعنا على هذه التجهيزات وبخصوص 20% المتبقية على ماذا تتضمن وعلى ماذا تعتمد؟ طبعا 80% هي خاصة بعملية تسجيل الناخبين التي ستطلق إن شاء الله في شهر 4، فهذه العملية تعتبر من ناحية الإنجاز خلصنا تقريبا 80% خلصنا، ونحن المفوضية على يعني على جهة كاملة بإذن الله لفتح هذه المنظومة لاستقبال الناخبين الجدد والذين يريدون تغيير مراكز انتخابهم اللي تم تسحبها طبعا. طيب دكتور عبد الحكيم، يعني كم يبلغ عدد الناخبين في ليبيا بحسب السجلات؟ كم يبلغ عدد الناخبين في ليبيا بحسب السجلات، الناخبين الذين يحق لهم التصويت في ليبيا؟ دكتور عبد الحكيم لم تسمع السؤال. يعني بحسب معلوماتكم الأولية أو بما أنه السجل الناخبين سوف يتم فتحه بداية شهر يوليو، كم عدد الناخبين الليبيين؟ دكتور عبد الحكيم انقطع الاتصال مشاهدينا وإلى خبر آخر. التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أمس أعضاء الهيئة العليا للملتقى الليبي للاستقرار، وبحث اللقاء الذي ضم أعضاء ممثلين عن 13 دائرة انتخابية دعم خارطة الطريق الحالية التي تقود الانتخابات 24 من ديسمبر القادم، حيث أكد المنفي أهمية إجراء مصالحة وطنية حقيقية بين الليبيين وتمسكه بالسيادة الوطنية وإخراج كل المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتوحيد كل مؤسسات الدولة ودعم وقف إطلاق النار ومتابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة. من جهتهم شدد أعضاء الهيئة على ضرورة دعم مشروع المفوضية الوطنية للمصالحة لجمع الفرقاء ولم شمل أبناء الوطن الواحد.
هذا كما تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنيفي وعضو مجلس النواب ادريس المغربي وجهات النظر خلال اجتماع يتعلق بعدد من القضايا والاستحقاقات الراهنه، حيث تم التاكيد على ضروره استكمال مسار الاتفاق السياسي من خلال توحيد المؤسسات السياديه بما يمهد لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز مستجدات الاوضاع على الساحه الليبيه، كما بحث الاتصال عددا من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها ملف الهجره غير القانونيه، بالاضافه الى استعراض الجهود المصريه في تحقيق تسويه سياسيه لمختلف الازمات في المنطقه. عقد نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف لقاء ثلاثيا مع نظيره التركي سادات أونال والمبعوث الأممي يانكوبيتش، وذلك لبحث قضايا تسوية ليبيا. وجاء في بيان للخارجية الروسية أنه تم التركيز خلال اللقاء على تبادل وجهات النظر والتي أكدت جميعها ضرورة توحيد الجهود الدولية تحت رعاية أممية بما يسهل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد. كما أشار البيان إلى تأييد السلطات الانتقالية في ليبيا والتي يتطلب منها توحيد مؤسسات الدولة والهياكل الاقتصادية والمالية والقوات المسلحة. أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الهجوم الإرهابي في مدينة سبها، مؤكدة متابعة تحركات المجموعات الإرهابية التي تستغل حالة عدم الاستقرار السياسي في دول الساحل الإفريقي لتنفيذ مخططاتها الإجرامية. لجنة الخارجية أعربت عن قلقها من وجود ارتباط بين تلك المجموعات وخلايا إرهابية محلية في الجنوب، داعية الحكومة إلى القيام بواجبها لتأمين الجنوب ومكافحة الأنشطة الإرهابية. اللجنة البرلمانية حثت لجنة 5+5 على تكثيف الجهود للوصول إلى تفاهمات توحد المؤسسة العسكرية وتضع حدا للانقسام الأمني. كما دانت كتلة تجمع الوسط النيابي في بيان لها التفجير الإرهابي الذي استهدف تمركزا أمنيا لمديرية أمن سبها والذي راح ضحيته ضابطان وعدد من الجرحى. هذا وهبت الكتلة بالجهات الأمنية ذات الاختصاص إلى ملاحقة الإرهابيين ودك أوكارهم أينما وجدت، وذلك حفاظا على الأمن في كامل التراب الليبي. من جانبها دانت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها والذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وأسفر عن مقتل عدد من الضباط وإصابة 5 آخرين. المبعوث الأممي يانكوبيتش أعرب عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا وتمنيه الشفاء العاجل للمصابين، لافتا إلى أن هذه الحادثة تشير إلى ارتفاع معدل تحركات المجموعات المسلحة والإرهابيين وزيادة مخاطر انعدام الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة، داعيا إلى ضرورة بدء توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا لتعزيز أمن الحدود والتصدي لخطر الإرهاب والأنشطة الإجرامية. السفارة الفرنسية في طرابلس هي الأخرى أدانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في سبها مستهدفا قوات أمن المدينة الذي أسفر عن مقتل ضابطين وجرح 5 أشخاص، حيث قدمت تعازيها لأسر وأقارب الضحايا متمنية الشفاء العاجل للجرحى. هذا وجددت فرنسا تمسكها باستقرار ليبيا والذي يتطلب مؤسسات أمنية ليبية موحدة ولها سيادة على كامل التراب الوطني للحفاظ عليه، لافتة إلى مواصلة دعمها لليبيين في تنظيم انتخابات في ديسمبر القادم وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك دعمها لجميع القوات المنخرطة في مكافحة الإرهاب في البلاد وفي منطقة الساحل. إلى ذلك أدانت السفارة الإيطالية بطرابلس على حسابها بتويتر هذا الهجوم الإرهابي معربة عن تعازيها لعائلات ضباط الأمن الذين دفعوا أغلى ثمن أثناء خدمتهم لبلدهم. يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف بوابة أمنية في مدينة سبها وأسفر عن استشهاد ضابطين وإصابة 5 آخرين بجراح.
إدانة الهجوم الإرهابي في مدينة سبها كانت أيضا من قبل وزارة الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة في بيان لها أكدت وقوف الأردن مع الأشقاء في ليبيا ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ورفض كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب مهما كانت دوافعه وأسبابه، معربة عن تعازيها لحكومة وشعب ليبيا وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. ناقش رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم مع النائب العام الصديق الصور وعضو مجلس النواب أحمد الشارف ومدير إدارة الشؤون القانونية المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس، ناقشوا الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير عمل القضاء والنيابات. وصرح النائب العام أن اللقاء بحث الصعوبات التي تعترض سير عمل النيابات، خاصة مسألة التشريعات، موضحا أن هناك إسهابا في كثير من التشريعات التي صدرت من المؤتمر الوطني ومجلس النواب وكانت ذات صلة بالعمل القضائي ولم يكن للقضاء والنيابة العامة رأي فيها، الأمر الذي تسبب في كثير من المشاكل. وأوضح النائب العام أن كل المسائل التي تمت مناقشتها قد لاقت تجاوبا كاملا من فخامته وتعاونا وقبولا لكل الآراء، مؤكدا أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى الرقي بمستوى الأداء. قال وزير الداخلية العميد خالد مازن خلال اجتماعه بنظيره المالطي بايرون كاميليري بديوان الوزارة بطرابلس أن ملف الهجرة ملف مشترك، مطالبا الجميع بتحمل أعبائه. من جهته أكد كاميليري على تفاعلات أو تفعيل الاتفاقيات السابقة في مجال مكافحة المخدرات وغسيل الأموال والهجرة غير القانونية والتهريب والجريمة المنظمة، وكذلك دعم وتدريب أمن السواحل الليبية. وعلى نحو متصل قدم كاميليري التعزية للعميد مازن في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها وخلف شهيدين وخمسة جرحى من عناصر الشرطة. شددت وزارة الداخلية الإيطالية على ضرورة العمل على إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية قوية مع ليبيا باعتبارها بلدا لعبور الهجرة غير القانونية. جاء ذلك خلال لقائها وزيرة الشؤون الأوروبية والدستورية في الحكومة النمساوية، إذ نبهت لامورجيزي لضرورة إبرام هذه الاتفاقية كذلك مع تونس ومع الدول التي تعد مصدرا للهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أهمية العمل السياسي بشكل جماعي بين الدول فيما يتعلق بهذا الشأن. وفي ملف كورونا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في آخر تحديث للوضع الوبائي تسجيل 243 إصابة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 187,928. هذا وتم تسجيل 242 حالة شفاء جديدة، ما رفع إجمالي المتعافين إلى أكثر من 173,600. في حين وصل العدد الكلي لضحايا الفيروس إلى 3149 بعد تسجيل 3 وفيات جديدة. انطلقت بمكتب الرعاية الصحية الأولية بإدارة الخدمات الصحية في سرت حملة تطعيم حجاج المنطقة الوسطى ضد كورونا. الحملة شملت حجاج بيت الله الحرام من مدن ومناطق سرت وبوهادي وهراوة وبنجيم وزمزم، وذلك بالمركز الصحي الزعفران. اليوم الحمد لله بشرنا في تطعيم كورونا للحجاج بيت الله الحرام. الأسبوع الماضي طعموا حجاج بن وليد وترهونة، واليوم سرت والجفرة، والحمد لله ماشي الأمور. توكلنا على الله وربي يوفق ويتم لنا بخير إن شاء الله، ومتم في تطعيم الحج، ورب يوفق الجميع ويسهل الأمور ويهدي البلاد والعباد، ورب يوحدهم كلمة واحدة إن شاء الله. دشن وزير الصحة علي الزناتي غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية والتي ستعمل على مدى 24 ساعة لاستقبال بلاغات وشكاوى للمواطنين،
والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية. وبحسب الوزارة فسيجري افتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، وسيتم ربطها بالغرفتين الرئيستين في طرابلس وبنغازي. يذكر أن فرق غرفة الطوارئ والعمليات المركزية قد تلقت برنامجا تدريبيا مكثفا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وستبدأ الغرفة في استقبال البلاغات بداية الأسبوع المقبل. هذا وبحث وزير الصحة علي الزناتي التحويلات التي ستشرع الوزارة في تنفيذها بمبنى المركز الوطني لعلاج الأورام ببنغازي. جاء ذلك خلال اجتماع الزناتي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، والذي تم فيه الاتفاق على تخصيص قطعة الأرض التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي فرع بنغازي لصالح وزارة الصحة، وذلك للشروع في تنفيذ المشروع وإنشاء أقسام جديدة من بينها قسم المسح الذري وقسم الإيواء. وإلى مدينة هون، حيث نظمت الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمركز الصحي هون وقفة احتجاجية مطالبة بزيادة المرتبات وتفعيل القرار 885. هذا وأعلن المحتجون عن دخولهم في اعتصام جزئي إلى حين تلبية مطالبهم، وذلك على خلفية ما يشهده القطاع الصحي من اختناقات ومشاكل متمثلة في ضعف المرتبات وعدم تقاضي العديد لمرتباتهم لعدة سنوات. نقف اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية ونطالب بالتالي: زيادة المرتبات والمستحقات وتفعيل قرار 885، ونطالب بالتأمين الصحي للعناصر الطبية والطبية المساعدة. واعتبارا من تاريخ هذا اليوم الثلاثاء 8/6/2021، نعلن في دخولنا الاعتصام الجزئي إلى حين تلبية المطالب. طالبوا طبعا بتفعيل القرار 885. القرار هذا نطالب فيه بجميع مستحقاتنا، سواء من زيادة مرتبات أو الإفراج عن مرتباتنا اللي هي موقوفة. أنا أحد العناصر الطبية اللي يعتبر المتضررة من قصة إيقاف المرتب متاعي من 2017 لهذه اللحظة. بدعم من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، افتتح المركز الصحي بحي التحرير بمنطقة المنشية بسبها، والذي جرت صيانته وتجهيزه ليقدم خدماته لأكثر من 40,000 نسمة من سكان الحي الذي عانى لفترات طويلة بسبب عدم وجود مرفق صحي متكامل رغم الحروب والاضطرابات التي شهدها الحي. المزيد في سياق هذا التقرير نتابع. افتتاح المركز الصحي بحي التحرير يعتبر خطوة هامة لهذا الحي الواقع بمنطقة المنشية، والذي كان يفتقر لمؤسسة صحية رغم عدد سكانه البالغ أكثر من 40,000 نسمة. كانوا يضطرون للبحث عن الخدمة في مراكز أخرى بالمدينة. افتتاح مركز الصحي حي التحرير بمنطقة المنشية، هذا المرفق الصحي أي سيكون معناها له دور كبير في تقديم الخدمة للمواطنين في هذه المنطقة الذي يصل تعدادها إلى حوالي 40,000 نسمة. طبعا في السابق كان المركز الصحي مستأجر وكان مركز صحي ضيق لا يسع لبعض التخصصات، لكن بفضل الله بفضل جهود المجلس البلدي السابق تمكننا من توفير مرفق عن طريق المجلس البلدي ليكون لهذه المنطقة. يضم المركز الصحي بحي التحرير عدة تخصصات يحتاجها سكان الحي كالإسعافات الأولية والأسنان وأمراض النساء والتطعيمات وغيرها. طبعا الأقسام الموجودة هو في عيادة الأسنان وفيها الأوبدي اللي هي الإسعافات والطوارئ، وطبعا فيه يوجد قسم جهاز انتراساون اللي هو سوف نقوم بتوفير دكتورة نساء لهذا المرفق، وطبعا يخدم على الحقن وعلى التطعيمات الروتينية في هذه المنطقة. هذا المركز تم صيانته وتجهيزه بدعم من منظمة الجي في سي وشريكها مايكروس بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وتمويل من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية المحلية لتقدم خدماتها بشكل أفضل لسكان المدينة. لقناة ليبيا عبد المنعم جهيمي، سبها. التقى وزير التربية والتعليم موسى المقريف صباح اليوم السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دوهالن في إطار تعزيز المجال التعليمي بين الطرفين،
هذا وناقش الاجتماع إمكانية تدريس اللغة الفرنسية في ليبيا بالإضافة إلى إعادة فتح المدرسة الفرنسية فيها. هذا أبدى المقريف استعداده لتذليل الصعوبات التي تعترض ذلك. أفاد بيان لأعضاء الجمعية العمومية للهلال الأحمر بأن الجمعية تتمتع باستقلالية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن تدخلات النائب الأول لرئيس مجلس النواب بشؤون الجمعية مستمرة. هذا وقد طالب الأعضاء خلال مؤتمر صحفي النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن وحدة الجمعية واستقلالها. نظم القانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن الهلال الأحمر الليبي، والذي خول جمعية العمومية لجمعية اختيار قادتها من رئيس الجمعية ونائبه والأمين العام، وهي تتمتع باستقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تجسيدا لمبدأ الاستقلالية أحد المبادئ الأساسية للحركة الدولية. إلا أن الجمعية فوجئت بالتدخل من النائب الأول لرئيس المجلس النواب بإصدار قرار بتشكيل لجنة سيرية للهلال الأحمر الليبي بالمخالفة القانون والمبادئ الحركة، وتم تصحيح الوضع عن طريق السيد رئيس مجلس النواب بإلغاء القرار. إلا أن النائب الأول أصر عقب ذلك كتابا مستمرا في التدخل في الجمعية، وإننا نستنكر ذلك ونشجب ونرفض أي تدخل في أعمال الجمعية وأي تغيير من خارج جمعيتها العمومية، ونحمل النائب الأول لرئيس مجلس النواب كافة الأضرار اللاحقة بالجمعية والتي يهدد وحدتها، ونؤكد على استمرارية دعمنا الإنساني، ونطالب السيد النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية لحماية وحدة الجمعية واستقلالها. بحث وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي خلال اجتماع أمس مع لجنة الإدارة والحكم المحلي بمجلس النواب، بحثوا مجموعة من القضايا المتعلقة بالتحول إلى اللامركزية، وبحثوا ملف الإيرادات المحلية ونقل الاختصاصات وأيضا الانتخابات البلدية. اللجنة أكدت دعمها للإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة من أجل تفعيل البلديات، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك والتنسيق بين الوزارة واللجنة لضمان تحقيق أهداف قانون الإدارة المحلية. كما بحث وزير الحكم المحلي أمس مع رئيس اللجنة التسييرية لبلدية سوسة وعدد من الأكاديميين إجراءات الاعتماد الكامل للبلدية والصعوبات الإدارية التي تواجه عمل البلدية. خلال اللقاء تم الاتفاق على ضرورة الإعداد لاجتماع مع كافة بلديات المنطقة الشرقية لمناقشة مشاكلها وبحث سبل حلها. من جهته أكد تومي حرصه التام على دعم ومساندة بلديات المنطقة الشرقية لتذليل الصعاب أمامها بغية تحسين وضع خدمات المواطن فيها. والآن مشاهدينا إلى أخبارنا الاقتصادية والزميلة هدير لماس. إليك هدير. شكرا فرح. أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة قرارا بشأن تشكيل فريق عمل اقتصادي، ونص القرار الذي أخذ الرقم 119 على تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلام الغويل، يتولى متابعة تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالشأن الاقتصادي. وناقش وزير الصناعة والمعادن أحمد بوهيسة في اجتماع اليوم المشاكل التي تواجه الشركات العامة والخاصة العاملة في مجال صناعة الحديد والصلب، كما ناقش الاجتماع انعكاسات قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالتمديد والسماح بتصدير الخردة وتأثير ذلك على العمليات الانتاجية بمصانع القطاع الخاص، حيث أجمع الحضور على أن هذا القرار له تأثير بالغ على عملية الانتاج، الأمر الذي قد يضطر تلك المصانع لإيقاف العمل، والذي يؤثر سلبا على سلعة الحديد وتوافرها بالسوق المحلي، كما يؤثر سلبا على العمالة المحلية واستمرارية صرف مرتباتهم. افتتح وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بمقر البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بطرابلس برنامج الحاضنة الإلكترونية، والتي تقدم خدمات لرواد الأعمال والشركات الناشئة متمثلة في مساحات عمل وبنية تحتية متكاملة من البرامج الخاصة بتقنيات المعلومات والإنترنت، بهدف زيادة الوعي بريادة الأعمال والمساهمة في تطوير شبكة محلية وإقليمية.
اليوم فتحنا الحاضنة التكنولوجية، أول حاضنة تكنولوجية متخصصة للقطاع العام في ليبيا. نهدم من وراء افتتاح هذه الحاضنة تقديم فضاء عمل، مساحة مكتبية، خدمات استشارية للرياديين أصحاب الأفكار ذات الطابع التكنولوجي. بالإضافة إلى تقديم حزمة من الخدمات كخدمات السكرتارية، مكتب متكامل، خدمات الإنترنت، الاستشارات سواء كانت الفنية أو الاستشارات المتخصصة في بعض المشاريع التكنولوجية إن شاء الله تعالى. أكد وزير العمل والتأهيل علي الرضا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط ليبيا بجارتها تونس، وذلك خلال لقائه السفير التونسي لسعد العجيلي، داعيا إلى ضرورة استثمار هذا التطور والبناء عليه بما يحقق مصالح الطرفين. من جانبه أشاد السفير التونسي بإجراءات وزارة العمل بالخصوص ملف العمالات التونسية، مؤكدا أن هناك عودة لليد العاملة التونسية في ليبيا، خاصة بعد زيارة رئيس الجمهورية والحكومة التونسية التي أعادت تنشيط المصالح المشتركة بين البلدين. وحول مشكلة البطالة والتحديات التي تواجه الشباب، أقيمت بمسرح الوفاء بمدينة زلة ندوة علمية أشرف على تنظيمها مجلس شباب زلة بالتعاون مع مركز خطوة للتدريب المهني وتقنية المعلومات. تناولت الندوة محاور منها التعريف بالبطالة وأسبابها وأنواعها وأهم الحلول لمعالجة هذه الظاهرة والدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة للقضاء عليها وما تخلفه من مشاكل اقتصادية واجتماعية على المجتمع. تطرقنا اليوم على مشاكل البطالة في مدينة زلة والأسبابها وحلولها، وتم عرض بحمد الله وتوفيقه اليوم من مجموعة من الشباب مقترحات من أجل إيجاد حلول لمشكلة البطالة. نشكر لكل الحضور. أفاد جهاز النهر الصناعي بمنظومة الحساونة سهل شفارة بتواصل محاولات فرق الصيانة للسيطرة على التسريب بخط ترهون بوزيان، متمنية أن لا تلجأ إلى إيقاف عمليات الضخ. وبحسب جهاز فقد جاء ذلك على خلفية قيام أحد المواطنين بتركيب وصلة غير قانونية بإحدى غرف المراقبة على خط نقل المياه ترهون بوزيان، ما تسبب في حدوث تسريب للمياه وبكميات كبيرة. زار وفد من المنظمة الدولية للصليب الأحمر أمس مركز البحوث الزراعية والحيوانية بمدينة البيضاء للإطلاع على نشاطات المركز وإمكانية التعاون المشترك مع المنظمة. وعقب لقاء مدير المركز عبد الحميد بوسلوم، اطلع الوفد على المعمل الرئيسي بمقر المركز والأجهزة التقنية المرجعية الحديثة التي تم تركيبها فيه. تم تفقد محطة الصفصاف البحثية والمعامل والمخازن بالمحطة. مندوب منظمة الصليب الأحمر قال إن هذه الزيارة تأتي في إطار دعم الزراعة كرافد مهم للاقتصاد. وإلى ملف الكهرباء، فبدعوة من بلدية نالوت عقد اجتماع مشترك بين بلديات نالوت ووازن والحوامد وكاباو وإدارة توزيع الجبل الغربي بالشركة العامة للكهرباء، حيث تمت مناقشة الصعوبات التي تواجه دوائر التوزيع في هذه البلديات وكيفية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى مناقشة احتياجات المناطق من الأجهزة والمعدات الكهربائية. هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع مدير عام الشركة في أقرب وقت ممكن لتسليمه احتياجات بلدية الجبل. اجتماع اليوم تم بين مع بلدية الحوامد، بلدية نلوت، بلدية كباو في مع دائرة توزيع الجبل. ناقشنا فيه موضوع طرح الأحمال، موضوع توفير احتياجات دوائر الكهرباء في المناطق ومكاتب الكهرباء في البلديات هذه. حاولنا ان على الاقل ان نعرف المشاكل اللي تواجه في دائره توزيع الجبل في تقديم الخدمات، ومحاوله حصول الناس على حقوقها خاصه فيما يخص اناره الشوارع، فيما يخص المحولات الكهرباء، في 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 في, في احتياجات الكهرباء اللي هي احتياجات ضروريه احنا في منطقه الجبل.
هذا وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أن ساعات طرح الأحمال اليوم ستصل إلى 3 ساعات ونصف في الجناحين الغربي والجنوبي، بينما تمتد لأربع ساعات في الجناح الشرقي للشبكة. هذا ونبهت شركة المواطنين لإمكانية التواصل معها عبر الأرقام المدرجة على صفحتها بالفيسبوك، وذلك في حال زيادة مدة طرح الأحمال عن المعلن عنه. والآن نستعرض معكم أسعار صرف العملات مقابل أو أسعار صرف الدينار الليبي مقابل بعض العملات الأجنبية، إضافة إلى أسعار التي سجلها الذهب في السوق الموازية اليوم. والبداية مع أسعار صرف الدولار الذي ارتفع بمقدار قرشين مقارنة بالأسعار التي أغلق عليها السوق أو تعاملات السوق في يوم أمس، حيث سجل في الشراء 5 دنانير و3 قروش وفي البيع 5 دنانير و6 قروش. اليورو والجنيه الاسترليني والدينار التونسي حافظوا على استقرارهم، حيث لم يتغير على سعر تعاملاتهم، ليكون سعر صرف اليورو في الشراء 5 دنانير و95 قرشا وفي البيع 6 دنانير تقريبا. الجنيه الاسترليني سجل 6 دنانير و87 قرشا في الشراء وفي البيع 6 دنانير و90 قرشا. الدينار التونسي سجل 1.75 دينار في الشراء، اما في البيع 1.78 دينار. الجنيه المصري ارتفع بمقدار قرش واحد، يسجل في الشراء 27 قرشا اما في البيع 30 قرشا. اما الليره التركيه فقد ارتفعت أيضا مقدار قرش واحد لتسجل في الشراء 57 قرشا أما في البيع 60 قرشا، بينما حافظ الدينار الأردني على استقراره ليسجل في الشراء 7 دنانير و3 قروش أما في البيع 7 دنانير و6 قروش. إلى أسعار الذهب في تعاملات السوق الموازية، ونبدأ مع مسبوق عيار 18 الذي ارتفع اليوم، يسجل 219 دينار و75 قرشا أما مسبوق عيار 24 حافظ على استقراره ليسجل 293 دينارا. كسر عيار 18 سجل 217 دينارا ونصف. كسر عيار 21 سجل 256 دينار ونصف. أما الذهب الخارجي المستورد يحافظ على استقراره على مدى أسبوعين تقريبا، يسجل 300 دينار. إلى هنا تنتهي جولتنا الاقتصادية، والعودة لاستكمال نشرتنا مع الزميلة فرح. لك فرح. شكرا هزيل. أقيمت في منارة الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة تساوى في وادي عتبة احتفالية بمناسبة تخريج عدد من الطلبة، وذلك بحضور معلمي المنارة وعدد من حملة كتاب الله والأئمة والخطباء وأولياء أمور الطلبة. وتابعوا هذا التقرير. ضمن فعاليات حفظ وتجويد القرآن الكريم، شهدت منارة الفرقان في منطقة تساوى بوادي عتبة حفل تخريج عدد من الطلبة، وذلك بعد استئناف نشاطها بسبب جائحة كورونا. من مسجد بلال ابن رباح من داخل مركز الفرقان لتحفيظ القرآن الكريم في هذا اليوم المبارك، تم تختيم طلبة لحملة كتاب الله سبحانه وتعالى بعد فترة طويلة من الزمن. شهدنا طبعا بداية هذا الحفل بتختيم أو تكتيب نهاية الثمن الأخير طبعا من سورة البقرة، ثم استمعنا إلى تلاوة هذا الثمن من قبل الطالبين الخاتمين لكتاب الله. شهد طبعا أيضا كلمات أشاد بها الحضور، لا سيما مشايخنا الأجلاء في جانب الوعظ والذي يتمثل طبعا في جانب فضل القرآن الكريم وحاملي القرآن الكريم وما يترتب على حامل كتاب الله عز وجل بعد ختمه للقرآن الكريم، إضافة أيضا بعض النصائح والإرشادات وجهت من قبل محافظي هذه المنارة إلى أولياء الأمور. الاحتفالية حضرها جمع غفير من معلمي المنارة وعدد من حملة كتاب الله ومشرفي المنارة والأئمة والخطباء وأولياء أمور الطلبة، وألقيت خلالها عدة كلمات أشادت بدور المعلمين في تحفيظ القرآن الكريم والواجبات والمتابعات من قبل أولياء الأمور. طيبة المباركة بإذن الله في بيت من بيوت الله يختم طالبان كتاب الله عز وجل وبالطريقة التقليدية، وهي الكتاب على اللوح وبالقلم وبالدواية، يتمون ختم كتاب الله عز وجل كتابة وبالطريقة التقليدية التي ما زلنا محافظين عليها بفضل الله عز وجل، ومن ثم فضل جهود المشايخ الكرام الذين ثنوا ولا زالوا يثنون ركابهم في العملية التعليمية.
وفي ختام الاحتفالية تم وضع الختم على ألواح كل طالب من الطلاب الذين ختموا كتابا له، وتكريم الشيخ المحفظ من قبل الخريجين الجدد. نظمت في منطقة القعيرات فعاليات مهرجان التراث والقانون في دورته الأولى تحت شعار حكايتنا تاريخنا وتراثنا. فعالية المهرجان شهدت حضورا واسعا، وتم خلالها عرض للمقتنيات التراثية والفنون الشعبية والصناعة التقليدية والعصرية. التقرير التالي والتفاصيل. تحت شعار حكاياتنا تاريخنا تراثنا، نظمت فعاليات مهرجان القعيرات للتراث والفنون في دورته الأولى، وذلك بافتتاح قرية النزلة التي تعتبر معلما مهما لسكان المنطقة. طبعا هذا اليوم الثاني من مهرجان التراث والفنون بالقعيرات. طبعا كان بالأمس الافتتاحية، في افتتاحية بالاستعراضات في مشاركة الفرق المشاركة في العروض اللي هو في فقرات العروض طبعا، واليوم اللي هو افتتاح فعاليات اللي هو المدينة القديمة اللي هي تقديم موروث الثقافي القديم طبعا بقرية النزلة. المهرجان حضره أعضاء المجلس البلدي لغريفة، وتخلله عرض للمقتنيات التراثية والفنون الشعبية التي لازمت حياد الأجداد في المناسبات، كما شاركت الجمعيات الأهلية بعرض الصناعات التقليدية والعصرية في بازار نسائي نال إعجاب الحضور. النزلة هي مكان تواجد ناس، مكان تواجد ناس سمر النزلة، والنزلة التي تهتم لنا لطيب أهلها وكرم أهلها واسمها، ينزل فيها ناس من جميع الأماكن، والنزلة هذه تعتبر مقر رئيسي للقعيرات. فعاليات المهرجان تأتي بهدف إبراز حياة الأجداد واستخلاص العبر وقيمها السمحة والحفاظ على الموروث الثقافي من خلال تعريف الأحفاد بهذا الموروث والحفاظ عليه دون أن يندثر للأجيال اللاحقة. نشرتنا ما زالت مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصر تحذر من أضرار كارثية بسبب التعنت الإثيوبي في قضية سد النهضة. أهلا وسهلا بكم مجددا. بيّن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان أن تعنت الحكومة الإثيوبية في أزمة سد النهضة وعدم قبول أي حوار هادف يحقق مصالح كافة الأطراف قد يؤدي إلى أضرار كارثية كبيرة. أضاف سعفان في كلمة مصر أمام ممثل الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية أن هذا الإجراء الفردي يحمل في طياته آثارا اجتماعية واقتصادية كارثية على مصر والسودان، وفيما يتعلق ببوار الأراضي الزراعية وفقدان مئات الآلاف من الوظائف في القطاع الزراعي وتعرض أمنها المائي للخطر. أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن أكثر من 3,400,000 شخص يحتاجون للمساعدة في شمال غرب سوريا، وأن أكثر من 90% منهم يعيشون في ظروف كارثية وأوضاع إنسانية متدهورة. مكتب الأمم المتحدة أفاد أيضا بأن الوصول الوحيد إلى هؤلاء الملايين من الناس من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدة إلى شمال غرب سوريا.
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير الأردني عبد الله أبو جابر بعد أن أمضى محكوميته البالغة 20 عاما في سجون الاحتلال. يذكر أن أبو جابر كان في زيارة إلى الضفة الغربية عام 2000، وتزامنت زيارته مع اندلاع انتفاضة الأقصى حينها، واعتقله الجيش الاحتلال قبل أن يحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 20 عاما. أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة إصابات فيروس كورونا تجاوزت حاجز 173 مليون إصابة. وقالت الجامعة أن إجمالي حالات الإصابة على مستوى العالم ارتفع إلى 173 مليونا و 544 ألفا و 368 حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 3,881 ألفا 628 وفاة. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مفوضية الانتخابات تعلن فتح سجل الناخبين بداية شهر يوليو المقبل. انتخابات 24 من ديسمبر تتصدر لقاءات المنفي في طرابلس. خارجية النواب والوسط النيابي يدينان تفجير الإرهابية بسبها ويطالبان الحكومة بتأمين الجنوب. وفي دانته لتفجير سبها، كوفيتش يدعو لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، ووقوف عربي ودولي مع ليبيا ضد كل ما يهدد أمنها. مشاهدينا وصلنا إلى ختام نشرتنا، لمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا موقعنا على الإنترنت libiaschannel.com أو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. إلى اللقاء.